موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. نفت زوجة الأسير الصحفي محمد القيق علم العائلة بوجود صفقات للإفراج عن ابنهم الأسير، وأكدت شلش لوطن للأنباء أن الشائعات التي تتحدث عن وجود صفقات بين الأسير القيق ونيابة الاحتلال كاذبة، وهدفها إطفاء شعلة التضامن الشعبي مع الأسير القيق. اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بلباسها المدرسي في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا طالبة مدرسية قرب مستوطنة كراميتسور المقامة على أراضي بلدتي بيتمر وحلحول بالخليل، وكلاهما بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن. أعلن مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء استعداده لتقديم استقالة الحكومة دعما للمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة. أفرغت عائلتان في مخيم قلنديا بيتيهما بعد إخطار الاحتلال لهما بهدم البيت قبل حوالي شهرين، حيث تنتهي المهلة الممنوحة لهما غدا الأربعاء ليصبح بعدها البيتان معرضين للهدم في أي لحظة. وكانت العائلتان قد نفذ ابناهما عملية طعن قرب باب الخليل بالقدس في ديسمبر الماضي. المشكلة هان هي الدور متلاصقة في بعض ومتداخلة في بعض، مش بس متلاصقة كمان متداخلة، عقدات واحدة عدد حوالي 18 شقة، كل العقدات متلاصقة في بعض وشادة بعض، يعني واحدة على الثانية، فاحتمال لما يصير عندنا هنا تفجير في أي شقة من هذول الشقق بتنزل 16 شقة أو 18 شقة مع بعض. وأخيرا إلى حالة الطقس، حيث تتأثر البلاد اعتبارا من صباح الغد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرا انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا. ولمزيد من المعلومات والتقارير الإخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، في أمان الله.